اذا نيجي نطلع الان على البروجكت ستافينج، نفس الشيء بالبروجكت ستافينج، الكريسب فاريبل او الكريسب يونيفرس اوف ذيس كورس راح اسميه بالنسبه له واي، والفازي فاريبل تبعه راح اسميه بي. هون سمينا الفازي فاريبل اي والكريسب فاريبل سميناه اكس. الكريسب فاريبل تبع الفاندينج كان اكس والفازي فاريبل كان اي، واي كان ممكن ياخذ يكون له عضويه في اي 1 اي 2 A3. عندي نفس الاشي هون، عندي الكريسب فاريبل هو بي، وبي بتراوح ما بين 0 ل 100، فاليونيفرس اوف ديسكورس تبع هذا ممكن يكون عندي ستاف من 0 ل 100 شخص، وما ميزتش انا هون بينهم بالتكنيكال سكيلز والتكنيكال ليفلز تبعتهم. والواي راح يكون عندي 2 ممبر شيب فانكشنز اللي هم واي 1 وواي 2 اللي هم راح اسميهم سمول ولارج. اذا واي 1 هي سمول بي 1 عفوا اسف، عندي بي 1 وبي 2، واي اللي هي الكريسب فاريبل راح تتراوح من 0 وبي 1 هي سمول، يعني البروجكت ستافينج سمول، وبي 2 البروجكت ستافينج لارج. نفس الشيء راح نعملها الان ممبرشيب فانكشن، خليني احاول اوسع مكان هون استعملها، راح ننزل بهذا الشكل من هون. عندي هون 0.2.4.6.81 هاي 1 0.8.6.4.20 اليونيفرس اوف ديسكورس. نعم بجميع الاحوال يعني الكريسب بيعتمد على الفازي صح؟ يعني كل قيمه لل تمام بالضبط، كل قيمه من الكريسب في لها ما يقابلها في الفازي، وكل قيمة بالفازي إلها ما يقابلها بالكريسب، مزبوط؟ كل هاي بقدر أطلعهم. هلا إحنا ما شفناش لسه كيف نعمل العكس، يعني لو أنا أعطيتك قيمة A1 و A2 و A3 لسه أنت ما بتعرف كيف تطلع X، بس إذا أنا أعطيتك قيمة X أنت بتعرف تطلع الآن قيمة A1 و A2 و A3، مزبوط؟ لأن إذا أعطيتك X الآن خلص بتستعمل هذا الفيجر من هون، بتتحرك على هذا الفيجر من هون لحد ما تلاقي الكريسب فاليو، من الكريسب فاليو بتشوف بعدين إيش بيقام له من الممبرشيب فانكشنز وبتختار الفاليوز اللي بتطلع معك من هون، فانت فعليا بتاخذ من الكريسب فاليو بتضرب خط وين بتقاطع مع الممبرشيب فانكشن بتضربه على الواي اكسس. لو تقاطع مع اثنين نعم لو تقاطع مع ما هو راح يتقاطع مع اثنين وبيطلع تو ممبرشيب فانكشن الاعلى. لا 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 احنا بنقول يعني افرض كان هون 55 او هون تقريبا اقل شوي من 60، رفعته هون هيك مش بتقاطع مع هذا وبتقاطع مع هذا، مين باخذ؟ باخذ الاثنين. ما هي ذاتس ذا هول ايديا، انه هو في عنده مرحلة انتقالية. انت تخيل لو عندك هون قطعة سودا سودا تماما وحواليها محيط ابيض تماما، اوكي؟ هذول التنين هلا هذا لما تنتقل انت من النقطة هاي للنقطة هاي عم تنتقل فجأة من الاسود للابيض، مزبوط؟ لكن هلا لو جيت حطيت منطقة هون رمادية حواليه لازم تمر، لما تمر انت من هاي النقطة لهي النقطة بايش عمالك بتمر؟ بتمر بالمنطقة الرمادية، المنطقة الرمادية شو تعريفها؟ هل هي ابيض ولا اسود؟ ففي عندي جراجوال ترانزيشن، نفس الشيء هون في عندي جراجوال ترانزيشن، فهي اصلا هي الفكره انه هو يرتطم باكثر من واحد، فبصير هو ايش له؟ له عضويتين، له عضويه في A3 بنسبه معينه، وله عضويه ب A2 بنسبه معينه. اللي بعرفه هو عضويته بالتنين، بهموني التنين، فعضويته ب A3 مثلا 0.6 وعضويته ب A2 0.2، او مثلا عضويته ب A2 مثلا ارتفعت هون ونزلت عضويته في A3. ففي مرحلة انتقالية لحد ما يوصل عند النقطة هاي، عند النقطة هاي بصير فول ممبر اوف A2، ما لهش عضوية بالتانيين. بعدين برد بنتقل مرة ثانية. فإذا أنا كل فاليو من X بقدر أطلع له فاليو من A1 و A2 و A3، اللي هو الكريسب فاريبل X بقدر أطلع له فاليوز A، و A هو عبارة عن كومبينيشن اوف A1 و A2 و A3، نعم. دكتور المفروض تكون لا 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 ما انا كنت افكر انا كنت افكر هيك لما شرحت لكم المره الماضيه اعطيتكم هيك، بس معظم كثير من ابلكيشنز بعد الفزي ما بتاخذ هيك، ما بهمك راح يعطيك جواب راح يعطيك جواب، المهم انه تشوف الرولز اللي بتنطبق عليه وتعملها فارق. نعم البروجكت فاندنج شو بيلزمنا شو بفيدنا هذا الشيء؟ البروجكت ليش بهمنا البروجكت فاندنج؟ ما انت اذا ما عندك تكلفه ما عندك انت فاندز كفايه ما عندك كاش مصاري كفايه بتقدرش تتحرك المشروع. ما نعم كبروجكت فاندنج شو بهمنا الفزي بشكل عام؟ الرسمه هاي يعني شو هاي ليش بتهمنا؟ طبعا لانك انت بدك تيجي تقول انا قديش يعني انت هلا افرض انت بديت البروجكت ناديتك وانت اجيت البروجكت مانجر
قلت لك هاي البروجكت امامك من هون، قلت لي انا بدي افهم هذا المشروع شو وضعه قبل ما اخاطر فيه، ها اوكي. فقلت لي قديش متوفر مصاري للمشروع؟ قلت لك متوفر 70,000 اوكي. انت تقديرا قدرت انت وحسبت وهذا، قلت تقريبا هذا المشروع يمكن بده 100,000 من خبرتك في المشاريع الاسكانيه مثلا او هذا، ها جبت قلت 70,000. طيب هلا انت في عندك انت تفكير معين، انت بتعرف انه البروجكت فاندنج لما يكون كويس او مش كويس بياثر على الريسك تبعه، مش هيك من خبرتك السابقه؟ فانت من ال 70,000 انت حولتها بذهنك لمارجنال واديكويت، انه في جزء منه مناسب وجزء مش مناسب. هلا انت بترجع بتقول انت من خبرتك زمان بتقول اذا كان البروجكت اديكويت الريسك لو مثلا، بس اذا البروجكت الفاندنج مارجنال الريسك مثلا ميديوم فرضا. هدول انت في ذهنك عمالهم بيعملوا فايرنج بدون ما انت تحس، يعني فهمت كيف؟ اوكي. فانت قلت لهم فازيفيكيشن، في ذهنك عملت لهم فازيفيكيشن. الرقم اللي موجود هون ما كان له قيمه لحاله، يتحول صار له قيمه لما بدا يعطيني الفاريبلز اللي موجودين هون. نعم بيطلع قيمه الريسك بالضبط معي، بيطلع قيمه الريسك، بس مش برول واحده، باكثر من رول، اكثر من رول، لانه في فاريبلز ثانيه راح تاثر. ممكن على فكره الرول يكون فيها ثلاث فاريبلز، يعني متذكرين الفاريبلز اللي حطيناهم قبل شوي؟ ممكن اجي اقول if project funding is adequate و project staffing is medium و permission planning is very risky. اوكي يعني انت حاسس في مشكله كبيره، هذا تبع الامانه قال لك ولا يمكن، ولا يمكن بحال ما احاول امشي لك اياها. اوكي هلا ممكن انت يكون في عندك خلص، اذا في ممكن انت عندك رول واحده، احد الرولز اذا البيرميشن بلاننج فيري فيري ريسكي اباندن، خلص الريسك 100% فرضا من خبرتك السابقه. او انت بتعرف انه في طرق معينه بامكانك انت تقنع هذا المهندس، بتقول لا بتغير الرول، بتقول اذا عندي فاندنج كويس انا ممكن اغير الاشياء اللي هو معترض عليها. فبتقول if project funding is high و planning permission is medium risk is acceptable، لانك انت عارف شو المشاكل اللي هو بيعترض عليه. هو معترض على شغله مثلا ما فيش عندك كار باركس كفايه، اه فبتقول انا البروجكت فاندنج عندي كويس فبقدر احط زياده مثلا 20,000 مثلا وازيد المنطقه هاي احطها كار باركس بحل المشكله. بس هذا كله خبرتك، اه ما ممكن يكون مرات مكتوب في مكان. أو بتيجي بتقول مثلاً إذا specification عالية لهذا المشروع، شو يعني specification عالية؟ يعني طالبين أشياء عالية جداً، luxury offices في العبدلي أو في شيء زي هيك، والoffices هاي very very luxury. يعني طالب مثلاً هو بده يجي يفحص، بده يقول لك درجة الحرارة في المكاتب هاي لازم تكون 23 plus minus 0.5 degrees، الهيوميديتي بدي إياها ما تزيد عن 60%. شو بدك ستافينج؟ بطلت تقدر تقول عن بروجكت ستافينج، صار بدك جود ستافينج، بدك يمكن مهندس متخصص بالاتش فاك يكون مقيم في المشروع مثلا، او هو يشتغل، او بدك تروح على الهاي. فانت بتيجي نفس الشيء بتحط if project specification is high اوكي and project staffing او technical project staffing is low مثلا الريسك is very very high. كله بقارن من الريسك، كله بقارن بس من الخبره. خبره شو هذا المهندس اللي بيكون مثلا مدير مشروع صار له مثلا 20 سنه بيشتغل في مشاريع ضخمه زي هيك اسكانيه مثلا او مكاتب او هذا، او متخصص في المولات مثلا، عنده صار خبره هائله في هذا الموضوع فبقدر يحط لك مباشره. مرات ما بيحتاج تطلع على 3 او 4 فيريبلز، بتطلع فيريبل واحد، ومرات بتطلع على 4 فيريبلز مع بعض وبحطهم الرولز. الرولز موجوده بس بدها مرات كتابه مش سهل كتابتها. ها نعم.